بكم مشاهدينا إلى حلقة كشك الصحافة، ونطلع بداية أهم ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية. ونقل البنك المركزي إلى عدن أو نقل البنك المركزي إلى عدن ما زال مصدرا لمتابعة المواقع الإخبارية والصحف، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي إلى اتباع خطوة غريبة في محاولتها لتلافي الآثار، وقال موقع يمن مونيتور. الحوثيون يدعون الموظفين لإبقاء جزء من رواتبهم في حساباتهم دعما للبنك المركزي، ودعا الحوثيون موظفي الجهاز الإداري للدولة لإبقاء جزء من رواتبهم الشهرية في حساباتهم البنكية وعدم السحب منها إلا للضرورة، وذلك في إطار ما أسموها بحملة دعم البنك المركزي في خطوة تكشف تخبط الجماعة من قرار الحكومة بنقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. يتابع الموقع: دعت اللجنة للتبرع النقدي عن طريق التبرع في مكاتب البريد بحساب خاص لا يعرف لمن يتبع أو تسليم المبالغ إلى لجان شعبية ستتوزع في المناطق وأخذ سندات منها أو عبر الرسائل النصية. تكشف الإجراءات الحوثية حالة من التخبط التي تعيشها الجماعة وتأثرهم الكبير من قرار نقل البنك المركزي باعتباره كان المورد الوحيد لحروبهم أو المورد الوحيد لحروبهم. وفي ذات الشأن يقول موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسة: البنك المركزي يطمئن اليمنيين، المرتبات ستصرف في موعدها. وكشف عضو مجلس إدارة البنك المركزي عن ترتيبات تجرى حاليا لوضع الآلية اللازمة لصرف مرتبات الموظفين في موعدها. وقال شكيب حبيشي عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني إن عملية نقل مقر البنك المركزي اليمني تسير بخطوات سليمة ومدروسة لترتيب أوضاعه للقيام بدوره بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القلق الذي ساور البعض بعد صدور قرار النقل ليس له ما يبرره، وأن محافظ البنك منصور القعيطي يجري حاليا لقاءات مهمة مع المؤسسات المالية الدولية في نيويورك وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لبحث الجوانب المتعلقة بعملية النقل. موقع التغيير نت ينقل عن خالد زكريا مدير البنك المركزي في عدن قوله حول طريقة تسليم رواتب الموظفين الذين يعملون في مدن يسيطر عليها الانقلابيون، وأكد أنه سيتم التعامل معهم كباقي المحافظات الأخرى طالما أنهم في عداء عام مع الانقلابيين وخارجين عن أي سيطرة من قبل القوات الانقلابية. ويستدرك زكريا هذا بالطبع في حالة أن المحافظة التي ينتسبون إليها ستقوم بتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي. باختصار، كل محافظة ستقوم بتوريد إيراداتها إلى عدن سيتسلم موظفوها رواتبهم، والمحافظة التي ترفض تحويل إيراداتها لن يستلم موظفوها أي شيء. وزير الإعلام الأسبق والسفير اليمني في الأردن علي أحمد العمراني يكتب متذكرا لحظات اقتحام العاصمة صنعاء واحتلال منزله من قبل ميليشيا الحوثي، وقال: قبل أسبوعين من الاجتياح عدت من خارج اليمن إلى صنعاء وهي محاصرة من قبل الميليشيا، واثقا أن الجيش الضخم الذي يحيط بصنعاء سيذود عنها ويحميها من كل غاز وغادر ومتطاول ومعتد. وتذكرت حصار السبعين والحصار الجزئي الذي قتل فيه أبي في 1946، لكن 5000 ميليشاوي اقتحموا صنعاء في 2014 دون مقاومة تذكر إلا من شباب لا علاقة لأكثرهم بالجيش والحياة العسكرية. كانوا يدافعون عن صنعاء باستبسال منقطع النظير، لكن سرعان ما تم توجيههم بعد ذلك أن ضعوا السلاح فذرفوا الدمع الغزير كما فهمت من بعضهم، ليس على زملائهم الذين سقطوا ظلما وهم يدافعون عن شرف صنعاء وكرامة اليمن، ولكن لأنه حيل بينهم وبين شرف الاستمرار في الذود عن المدينة العزيزة لاعتبارات تخص من وجههم بذلك. دارت المعارك في البداية حول شارع 30 بالقرب من منزلنا، وتحاشيا لسقوط قذائف طائشة على المنزل نصحنا بالنزوح باتجاه حدة. قال الناصح الطيب: أمد اليوم، أمد اليوم فقط، صار اليوم سنتين يا صديقي العزيز. قرية صغيرة في الضالع كانت حاضرة بقوة
طيلة أيام الحرب، وكانت دائما هدفا لميليشيات الحوثي التي لم تتوقف عن إرسال القذائف إليها كلما تمكنت من رؤية نوافذ منازلها. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية عن القرية: الحوثيون يجددون قصفهم على قرية رما في مريس بالضالع. جددت ميليشيا الحوثي وقوات صالح قصفها على إحدى قرى مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن الميليشيا قصفت مجددا قرية رما غرب مديرية مريس، وأسفر القصف عن إصابة مواطن يدعى محمد عبدو الضيحاني بجروح بليغة في الرأس إثر سقوط قذيفة بالقرب من مكان تواجده في القرية، كما تسبب القصف بأضرار في عدد من المنازل. ونشد سكان القرية عبر المصدر أونلاين المنظمات الإنسانية والحكومة إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات وتوفير المواد الأساسية والرئيسية لأبناء القرية بسبب حصار الحوثيين لها. موقع الاشتراك نت عنون في صفحته الرئيسية عن آخر التطورات في عدد من الجبهات وقال: الميليشيا تقصف مواقع الجيش وأحياء تعز. وعنوان من الضالع: الميليشيات تواصل قصف قرى سكنية بمريس، وفي أبين مقتل جندي بهجوم للقاعدة على نقطة أمنية بزنجبار. ومن العاصمة: غارة مكثفة تستهدف عدة مواقع بصنعاء. الولاية للشعب وليس لكم. تحت هذا العنوان كتب عدنان العديني مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب: سبتمبر كان أحد الهبات النضالية لإعادة الأمر للشعب بعد طول اختطاف. ولولا عبث النخب المتحكمة في السلطة منذ الثورة وحرصها على البقاء في الحكم ومنع وإعاقة التداول السلمي للأمر السياسي، لكنا الآن في مصاف الشعوب المستقرة. دموية الصراع القائم سببه الرئيس وهن الإيمان بولاية الشعب والتأرجح بين التسليم النظري والتطبيق العملي والبقاء في منطقة رمادية غير واضحة. هذه المخاتلة وعدم الحسم سمحت للبعض ادعاء الولاية كحق خاص بفئة معينة. وبعيدا عن الحقيقة التاريخية التي تقول بأن هذه الفئة سبب أساسي في الاحتراب الداخلي وإضعاف المجتمع من الداخل، فإن النص المعتمد في هذا السياق أضعف وأوهن من أن يواجه النصوص التي تعزز فكرة الأمة وولاية الشعب. هل يعقل في الإسلام الذي يتوجه بخطاب كلي إلى الإنسانية أن يتحول على يد هؤلاء إلى دين عائلي تتحكم به رابطة الدم في صورة مخررة لليهودية التي صارت عرقا بعد أن كانت رسالة؟ النخب أيضا احتكرت السلطة وما زالت باسم الحق المتوارث للنضال وبطريقة تقترب من احتكار غيرهم، يجمعهما إلغاء الشعب وحقه في الحكم. إسقاط الاحتكارين هو المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل الديني والسياسي وإعادة الاعتبار للدين والشعب معا. الأسبوع الماضي احتفل أهالي قرية الهويشة في المقاطرة بتعز بإنجاز سلم جبلي مكون من 500 درجة كانوا قد نحتوها بإتقان فوق هاوية سحيقة على جبل العتاد خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. وقد أسعدت هذه الطريق الأهالي ومكنتهم من الوصول إلى قريتهم بمشقة أقل. في جولتنا المصورة نستعرض شقا من خط سيرهم الجديد. نتابع الصور التي أوردها موقع يمن مونيتور. نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. لا
نعود اللقاء بكم مشاهدينا الكرام ونطالع أبرز وأهم ما قالت الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من العربي الجديد والتي عنونت بخصوص واحدة من الأوجه الدالة على أزمة السيولة، مهنة جديدة في اليمن، الاتجار بالنقود التالفة بعد إصلاحها. تقول الصحيفة في التفاصيل: باتت الأوراق النقدية التالفة عنوانا لأزمة السيولة الجديدة التي تضرب القطاع المصرفي في اليمن، حيث أعاد المصرف المركزي في العاصمة صنعاء الذي يسيطر الحوثيون عليه مليارات من العملة التالفة للتداول، ما خلق إزعاجا للمواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية. لكن في المقابل خلقت النقود التالفة فرص عمل وأفكار لإصلاحها لجعلها صالحة للتداول في ظل عدم قبولها في التعاملات اليومية في الأسواق. وبحسب تقارير رسمية يستقبل المصرف المركزي ما بين 50 إلى 70 مليون ريال من النقود التالفة بشكل يومي، وكانت آخر عملية إتلاف للنقود عام 2013، حيث أعلن عن إحراق 18 مليار ريال من العملة التالفة. وفي مساع لحل مشكلة النقود التالفة نجح بعض الشباب في الاستفادة منها عبر إصلاح الأوراق النقدية التالفة وإعادة تدويرها في الأسواق، وكان من هؤلاء الشباب محمد القيصر من مدينة تعز الذي حول أزمة العملة التالفة إلى فرصة عمل، حيث افتتح ورشة لإصلاح الأوراق النقدية التالفة ووجد إقبالا لم يكن يتوقعه. بينما يواصل قادة إيران التصريحات العدائية ضد دول المنطقة، كشف قائد الحرس الثوري الأسبق محسن الرضائي خلال حوار مع صحيفة أمريكية ونقلته صحيفة الشرق الأوسط أن بلاده لن تتخلى عن سوريا والبحرين واليمن، وأنها ستواصل دعمهم سياسيا ومعنويا، مشيرا إلى أن إيران لن تشن حربا على السعودية ما لم تكن هي المبادرة. وجاءت تلك المقابلة في الوقت الذي أطلق فيه قائد فيلق القدس قاسم سليماني تصريحات غير مسبوقة حول النزاع السياسي القائم في الداخل الإيراني بعد أسبوع من انتقادات حادة طالبته بوقف التدخل العسكري في سوريا. وخلال حوار مع صحيفة كريستين ساينز مونيتور أفصح رضائي عن دوافع بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية العربية وبخاصة في سوريا واليمن والبحرين والعراق، واعترف ضمنا بأنها حرب على السعودية. وتطرق رضائي إلى خيار استخدام إيران الصواريخ في الحرب بقوله: يعتقدون في دول الخليج أنهم يتصدون لأنظمتنا الصاروخية، هذه التحاليل خاطئة ونحن نعد خياراتنا لحساباتهم، لكننا لا نريد وقوع حرب، نصبر، ربما يعيدون النظر في المواقف. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في صفحتها الداخلية في الشأن اليمني: قوة الشرعية تفشل هجمات الميليشيات في شبوة، وعنوان آخر: ضبط مخزن أسلحة للقاعدة في لحج. وقال مصدر في شرطة المحافظة إن قوة أمنية ضبطت مخزنا يحتوي على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر بداخل أحد الأحواش في منطقة لبعوس بمديرية يافع، واعتقلت الأشخاص الذين كانوا يحرسون المكان. وأوضح المصدر أنه أثناء العملية تم ضبط عدد من الصواريخ والقذائف ومضادات الطيران ومدافع هاون مع عتادها. نحن الذين لا وزن لهم في العالم، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال الكاتب: حسناً، نضع الأخلاق والقيم والمواثيق الملزمة حيالها جانباً ونحصر همنا في المصالح، فسياسات الدول، وهذا ليس اختراعاً للبارود، تحركها المصالح أولاً وأساساً، والعالم حتى إشعار آخر مؤسس على دول. أما التحدي الذي يواجهه واقع الدول إذا ما أخذنا في الحسبان بريكزيت من جهة وحروب الهويات من جهة أخرى، فليس تجاوزه إلى ما هو أعلى منه، أي أكثر إنسانية وأخلاقية، بل الانتكاس به إلى ما هو أدنى، أي أقل إنسانية وأخلاقية. إذن ومن دون أوهام أو قياس على عوالم مفترضة أو طوباوية، لنتحدث في المصالح فحسب. فسوريا، أي قلب المشرق العربي، تحترق على يد حاكم ونظام يندر أن يوجد ما يماثلهما في الوحشية. مع هذا
لا يحصل أي تدخل دولي لكف يدهما، لا اليسار يريد ذلك لأنه ليس تدخليا، ولا اليمين لأنه ليس دوليا، لكن الوحشية لا يقتصر فاعلها على نظام وحاكم، إذ هناك دولتان على الأقل هما روسيا وإيران تشاركان بهما في إنزال هذه الوحشية بالسوريين، ومعهما عدد من الميليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية. وما تفعله هذه الأطراف يوسع النفوذ الروسي الإيراني في سوريا وفي المشرق العربي تاليا. مع هذا لا يحصل أي تدخل دولي لإنجاد السوريين، ولا كان ذلك مجرد ذريعة لصد النفوذين الروسي والإيراني، لا اليسار يريد ذلك ولا اليمين. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، حيث قالت في العناوين: تحذيرات من ضعف جهود مكافحة الجراد في لحج. وقالت التفاصيل: إن أسرابا من الجراد هاجمت عددا من المزارع في محافظة لحج وسط تحذيرات من استمرار انتشارها في ظل ضعف جهود مكافحة هذه الآفة التي تشكل خطرا كبيرا على مصدر توفير الأمن الغذائي. وأفاد مزارعون في مديريتي تبن وطور الباحة للاتحاد بأن أسرابا من الجراد انتشرت في مساحات زراعية واسعة بدأت بمهاجمة المحاصيل الزراعية، مضيفين أن انتشار هذه الحشرات بات يشكل خطرا كبيرا على مصدر الرزق الوحيد للأهالي في تلك المناطق. ويحاول المزارعون مكافحة الجراد بطرق بدائية من خلال إشعال الإطارات التالفة واستخدام الدخان من أجل منع وصول هذه الحشرات إلى المحاصيل وإبعادها عن مزارعهم. وقال مسؤولون في مكتب الزراعة في مديرية تبن إن أسرابا من الجراد انتشرت بشكل كبير جدا في الأطراف الشمالية والغربية لمحافظة لحج، وباتت تشكل تهديدا لآلاف الهكتارات الزراعية والمحاصيل المتنوعة، مشيرين إلى أن كارثة كبيرة ستصيب المزارعين في حال تلف محاصيلهم الزراعية التي تعد مصدر الدخل الوحيد لهم. أكثر الأخبار تداولا في صحيفة القدس العربي حمل عنوان: قصيدة لمحمود درويش تخرج وزيرة الثقافة الإسرائيلية من احتفالية رسمية. وقالت الصحيفة أنه بعد يوم من الكشف عن معارضة إسرائيل فتح أرشيفات النكبة حرصا على صورتها ومكانتها في العالم، أصيبت وزيرة ثقافتها ميري ريجيف بحالة هيجان، وغادرت حفلا لتوزيع جوائز ثقافية احتجاجا على غناء مقاطع من قصيدة للشاعر محمود درويش. جاء ذلك بعدما ردد مغني راب من مدينة الرملة أبياتا من قصيدة سجل أنا عربي خلال احتفالية في مدينة أسدود لتوزيع جوائز على منتجي وممثلي السينما في إسرائيل. وعللت الوزيرة خروجها بالقول إنها لن تكون جزءا من جمهور محمود درويش. تتابع صحيفة القدس: بعد انتهاء هذه الفقرة عادت ريجيف واعتلت المنصة وأدت خطابا ناريا قالت فيه إن صدرها يتسع لملاحظات تنتقدها، لكنها لا تتحمل سماع أشعار لمحمود درويش. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.